ياز ياز استني شوي بقى ياز 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 وقفي شو عم تعملي خلاص بطلت الحقك خلاص بطلت الحقك ياز انا اسف مراد شو سهر ومرتك ما فهمت شو في بينك وبينها بيني وبين ياز ما في شي غير انت كمان كنت معتبرك مثل اخي ايه علينا هلا وين بيكونوا راحوا هدول ما رجعوا لسه اه يا ربي دخيلك نسيت انه معي مفتاح للبيت كمان يا الله ياز اختي الحساب اه صح تفضل أخي أختي الحساب لحظة أخي أنا جاي لعندك شو صاير معها هي؟ ياز خير شو بكي؟ ليش معصبة؟ سمعتي شو قالت المدام نيري صح؟ خالتي لو سمحتي اطلعي شو صاير لا تخوفيني؟ ليكي عم قلك اطلعي من الغرفة لأنه ما بدي زعلك ولا اكسر بخاطرك لو سمحتي اطلعي لأنه بدي ضل قاعدة لحالي ليش شو القصة؟ خالتي اطلعي من هون يلا طيب شو ما كان اللي معصبك حاولي ترتاحي وتروقي حالك شوي كان عندك علم بهالشي؟ يعني انفعالي أو حالك إنه كان عندي علم؟ أصلاً كمال أنا بعدني مو فهمانة شو عم يصير معهم هنن بدهم يتزوجوا ولا متزوجين وبكل الأحوال أنا هلأ الهم اللي فيني بكفيني خير كمال أنا ما بعرف إذا أنت مستوعب شو عم يصير مني هلأ ياز عرفت كل شي وما بعرف شو لازم إلا بس شوفه أنا شو لازم إلا والله ما بعرف أستاذ كمال لوين باخدكو؟ أسعد أنا بدي روح على البيت دغري ليش على البيت؟ على القليلة أعطيني فكرة أصلي كمال للأسف ما عندي ولا فكرة عنهم بقدر أعطيك إياها لو سمحت هلأ أتركني بدي روح على البيت وضل لحالي وبيكون أحسن لو نزلت هون كمان كمل طريقك ولك لوين رايحة؟ تمام كمل خليها تمشي لحالها شوي كأنه ما رح تقدري تتخلصي من هاللاصق بأي شكل يا فاطمة أوف أوف يا الله أختي أهلين وسهلين حبيبتي إجيتي؟ والله المشوار تعبنا قولي باز وينها إجيت من شوي وطلعت على غرفتها وسكرت الباب على حالها بس ما كانت تحكي لي شو صاير معكم شو بده يصير معنا؟ قال رحنا على الكافيتيريا مشان نشرب شي شغلة كانت رفيقتها أصلك ايه؟ أنت بتعرفيها منيح لرفيقتها إيه لا إيه قاعدة هي وكمال سوا والسهر الغالي مراد كمان كان هنيك وقاعد مع بنت إيه عن جد دقيقة قصدك مراد سهرنا مراد على علمك نحن عنا سهر تاني غيره لك والله العظيم يا أمينة ما عاد عرفانة شو بدي أحكي معكم من قوة الصدمة رجعت أختك قالت لقولي باز اللي قالته المدام نيري والبنت بس سمعت جنة وانزعجت كتير حتى نحنا ما فهمنا شو صاير أنا جاهزة يلا نرجع على الضيعة ياز عن أي ضيعة عم تحكي شبكي أنت جنيتي طلعي حواليك أكتر كأنك سارة ما عم تفكري غير بحالك شو دخلني؟ شي طبيعي صار لازم فكر بحالي كل واحد يفكر بحاله عساس كنتي تفكري بغيرك يعني ما بدك تفكري بزواجك قولي باز؟ سما حاجة تقولي عن مراد زوجي ليش ما عم تفهموا ليكي زوجي؟ فيكي تسكري تمك وبلا حكي فاضي وتحطي عقلك براسك شوي ليش بدك تزعلي امك منك والله خلاص يعني هلا كبرتي وصار عندك راي خاص وشخصيه بدك تفرضيه علينا لو بس تسمعي كلام امك شو بتحكي وبتنصحك هي بالنهايه امك هي امك يا بنت هاتي شناتي بلا ضيعه بلا بطيخ قولي باز زوجك شبه
لا تواخذيني، بس ما حبيت أرجع لهنيك. ما في عندي مشكلة، أصلاً الكل راحوا بعد ما رحت. أنت منيح؟ ليك أنا ما فهمت شو صار معك بالضبط، بس شو ما كان صاير تأكد أني حسيت فيك كتير. إذا بدك تخبرني فأنا عم بسمع. لكن اللي صار شي خاص كتير، لو كان الشي متعلق بالشغل كنت رح بجبرك تخبرني تفاصيل، بس إذا السكوت بيريحك مو مشكلة أبدا. كله متعلق بياس. أنا عرفت هالشي تماما من لما أجيت لعندك، يعني ملهمتك هي ياس، بس للأسف ملهمتك قلبها متعلق بكمال. انتي كيف عرفتي؟ عرفت بإحساس البنت القوي طبعا، بس أنا كمان فهمانتك منيح. أنا عرفتك من لما كنت قاعدة بأمريكا، عرفتك أغانيك وكلماتك وحتى ألحانك وكل أعمالك. صدقني أنا أجيت من هنيك راكدة ورا مشاعرك الصادقة، بس الأغلبية ما فين يعملوا نص اللي عملته، لأنه عقلهم ونظرات عيونهم بتكون معلقة مع شخص تاني. عميان يعني. عم أهلك. قولي باز. نعم أمي. أنا قلت لك شي ألف مرة مشان نرجع الضيعة، عملتي ألف حيلة وحيلة موارحتي، هلأ صرتي بدك تروحي؟ يعني من شو بدك تهربي لهنيك؟ أمي من شو ممكن أهرب؟ بس مشان العرس. طيب حماتك وخطيبك عندن علم بالقصة؟ خلينا نروح بعدين أنا بقلن. قولي باز، بدك رأيي؟ أنت مو على طبيعتك من لما عرفتي كمال وأصلي في بينهم شي، وبينهم علاقة من أيام الجامعة. لك لا لا مو هيك حبيبة قلبي. قولي باز انزعجت من تصرف أصلي معها. بتعرفي هي وأصلي كانوا رفقات كثير، بس رفيقتها كذبت عليها، وبتعرفي قولي باز تقبرني صادقة كثير لهيك تأثرت. بس بدي أفسرلك الموقف بطريقة تانية وأوضح. لما حدا بيكذب بينكشف بلحظات نحن محاسبين لأي حساب، بيكون الشعور وقتها حزين وسيء كتير، وشي طبيعي إن تكون أسى إذا كان الشخص قريب. أنا بقول عنها ضربة قاضية إذا ما غلطت بالتسمية، يعني لأنه فعلاً بتدمر الإنسان مهما كان قوي من جوا. لهالسبب تعرفي نحن شو لازم نعمل؟ قبل ما نقرر أو نقول أي شيء، وقبل ما نبادر بأي ردة فعل، لازم نقعد ونفكر بكل كلمة بشكل دقيق كتير وما نستعجل. مو هيك يا حبيبتي قولي باز؟ لا مو هيك أبداً. أنا بتعرفي شو رأيي؟ قولي حبيبتي قولي. كلامك كله صاير بلا طعمة. أختي أنا برأيي أول مرة بتحكي كلام ما بينسمع. لم تقتلني الرصاصة، قتلني مطلقوها. برافو عليك، هاتي كفك. عقلانة. برافو حلو. أنا طالعة على الجنينة وأنتوا كملوا أكلكم. يعني أنا حكيت شي بيزعج؟ وأنا انزعجت كمان، واضح أنه زعلانة. سما قومي ضبي هالطاولة، أنا كمان انزعجت. يعني ما بيقدر الواحد يعطيكي وش، دمك تقيل.
آي ورداتي، أنا كتير بحبكن، شو صار لكم فجأة أوراقكن دبلانين ومصفرين؟ ولا كذبوا عليكن مثلي وخلوكن تدبلوا؟ أنا حاسة كأني ورقة كنت معلقة بغصن وبلشت تصفر، ومو بس واحد، كلهم كانوا عم يكذبوا علي، والمشكلة كلهم خدعوني من دون شفقة أو خجل. طيب ليش ما قالوا لي الحقيقة؟ بس لو قالوا الحقيقة شو بقدر أعمل؟ يمكن وقتها ما كنت تعلقت بكمال. بس أنا تعلقت فيكي. أنت شو عم تعمل هون؟ جيت لوضح لك موقفي لو سمحتي. بدك توضح موقفك؟ ما بدي منك أي توضيح، أنا فهمت كل شي عم يصير، يا ريت تروح بسرعة. روقي ياز. عم قلك ما بدي اسمع شي. ياز رجاءً اسمعيني، أنا ما كذبت عليكي بشي أبداً. عم تقول أنت ما كذبت؟ تمام، فهمتك وصدقت أنت ما بتكذب، ليش ما خبرتني بالقصة من الأول؟ إذا لسه متذكر فأنت حكيت لي عن أهلك وعن طفولتك وخبرتني كل شي بخصك، ليش ما حكيت لي عن أصلي؟ حتى البيجامة اللي لبستها كانت إلها، ليش خبيت عني؟ لأنه كان شي أكتر من عادي ياز. مشاعر أيام الجامعة ما كانت مهمة، يعني ما في شيء أحكي لك عنه أبداً. وهيك عادي؟ تمام، الشغلات العادية بالنسبة إلك ممكن ما تكون عادية لغيرك. أنت بهالطريقة ما ظلمتني إلي وظلمت أصلي كمان. أنت عم تظلميني على فكرة. أختي إجا مراد. مساء الخير، كيفك حماتي؟ أهلين ابني مراد. مساء النور. كنت بدي أحكي مع ياز بموضوع مهم شوي. وين ياز؟ ليش مو قاعدة معكم؟ بالجنينة، فيك تروح لعندها. وأنا كمان بدي أحكي معك بكم شغلة بتهمني قبل ما تروح تحكي مع أمي سما. خليه يقعد هون. تعال تعال اقعد. يلا تعال. يلا إجيت. مراد يلا خبرني أنت وياز عن شو حكيتوا. ولا شي. كيف ولا شي؟ أنت قمت بسرعة ركضت وراها وتركتنا، حكيتوا مع بعض، بعدين البنت اجت على البيت، فاتت على غرفتها جهزت الشناتي وضبت ثيابها وقال بدنا نرجع على الضيعة. ليش بقى؟ على ريزا؟ بدها ايه ترجع؟ ايه ايه. لساتكن ما حكيتوا عن العرس؟ نحنا يعني نحنا حكينا عن العرس، حكينا شوي، بس بالأخير اتفقنا على شيء، إلا ما في داعي نستعجل. ايه لا لا، كان اسمح لي، لهون وبكفي، كيف ما في داعي نستعجل؟ بدنا نخلص من هالشغلة، مو هيك يا سما؟ ايه طبعاً أختي. ايه فهمنا، قرروا بقى وخلصونا منكن، يصير اللي بده يصير، حددوا العرس، خلونا نعرف نتحرك، في كتير شغلات مهمة لازم نعملها، مين رح نزم على عرسكن وشو رح نعمل وين رح تضلوا قاعدين، هاد كله بده وقت، ولا شو رأيك؟ طبعاً طبعاً أنا معك، عم تحكي زينة العقل حماتي، بس ما في داعي لكل هالتفاصيل. بأمرك، فصلي ونحن منلبس. ليك بنت مين رح تتزوج؟ بنتك أمينة يلدرم وياز بنتي الوحيدة، مو هيك؟ إيه يعني على الأغلب أنت من لما شفناك لهلأ استخفيت فينا شوي، مع العلم أنه نحن من عائلة كبيرة وإلى قيمتها وشهرتها، يعني عائلتنا مانا قليل بنوب، إذا لسه مو مستوعب قلي. فهمت كلامي؟ أكيد. ياز اسمعيني، صدقيني يلي بيني وبين أصلي مانو قصة كبيرة مثل ما مفكرة. عن جد؟ إذا اللي بينكم مو قصة كبيرة مثل ما أنا فكرت، ليش ألبوم الصور لساته بالدرج لهلا؟ وليش ما ورجيتني عليه؟ أنت ليش مو حابة تصدقيني؟ عن جد يعني ليش؟ لا تغير الحديث، هالشي بهمني، ليش عندك لهلا؟ ولو قلنا مو مشكلة إنه عندك، بس ليش ما ورجيتني عليه؟ قديش تفرجنا على ألبومات؟ كيف بدي ورجيكي على شي ما بعرفه أساساً؟ أنا ما كنت بعرف إنه هو بالدرج، صدقيني والله ما بعرف. أصلي اللي حطته شفت؟ معناها في حدا لسه ما نسي الماضي، وفي حدا لسه القصة عنده ما انتهت. تعرف الشي الأهم كمال؟ لما بتفقد شغفك بالناس اللي فوتهم لحياتك بتصير حتى مشاعرهم الحلوة بلا أهمية عندك، وهي مشكلتك الكبيرة. بالآخر بتجي بتقول لي بيننا كان شي عادي، عشنا كم سنة وانتهى. قلت لك عم تظلميني كتير. هلأ أنا اللي عم أظلمك؟ كمال بيك عميل معروف، روح من هون بما أنه طلع الحق عليه. هلأ جات الأستاذ كمال، مو هيك؟ كمال بيك في مسافة كتير كبيرة بيننا، تفضل. لو سمحتي اعطيني مجال احكي معك براحتي شوي. قلت لك روح. طيب يعني روح، يلا خلصني يلا. لك شو عم تعملي؟ استني اتركي من ايدي. شو هالحركات؟ لك خلص يلا طولي بالك. يلا يلا ياس، شو هالحركات هي؟ روح من هون وخوت كذباتك معك، ما بدي احكي معك ولا بدي اسمع منك كلمه زياده. ولك حاجة ترشي مي، خلص لو سمحتي. ليك اذا رح تضل واقف قدامي مضطر افوت نادي لامي، ما رح ترشك بالمي، خلصني يلا. امي عن جد انت مجنونه؟ خلص مجنونه ها، مانك طبيعيه والله، مو طبيعيه امي.
ياس خلاص. يلا. طيب ليك، لازم تقرروا بسرعة، في كروت لازم تنطبع وفي تجهيز أكل، مو هيك يا سما؟ ايه طبعا، ولازم أنواع كتيرة، عندك الطبخ اللي بده لحم، وعندك وصفات الحلو، وعندك العصائر. أوه شو بدي أعمل؟ هدول كلهم غير الشوربات. شفت حبيبي، يعني قدامنا شغل كتير، لأنه نحن كتير منقدم الضيافة. تمام تمام، لا تقلقي حماتي، كله محلول إن شاء الله. أنا رح أحكي مع ياز بالأول عن إذنكم، لازم أحكي معه ضروري، وبعدين منقعد ومنظبط كل شيء قلتي عنه بين بعضنا. ماشي؟ ايه ماشي حبيبي، قلت لك قرروا بسرعة. ياز، يا الله، واحد بيطلع لي من الباب وواحد من الشباك، شو بدك انت التاني؟ انا اجيت مشان اعتذر منك، انا اسف. مو مقبول، حل عني. والله العظيم انا كنت عم فكر لك، ما كنت رح خبي عنك شيء، بس يعني جربي حطي حالك كان مكاني. كان فيك تخبرني لما سألتك، ولا شو رأيك؟ كنت على وشك اني خبرك، بس والله ما قدرت. يعني شفت كمال كان اخذ عقلك على الاخر، وخفت تفهميني غلط. ليش ما تشجعت وحكيت لي؟ ليش؟ لو خبرتني كان بعدت شوي وما تعلقت فيه، وما كنت رسمت احلام كبيره وانصدمت. يعني انت عن جد حبيتي كمال لهالدرجه؟ معقول حبك إله ما خلاك تشوفي شي تاني؟ يعني لو قلت لك أي شي، يا ترى كان ممكن تصدقيني بهالبساطة ويتغير شي؟ يمكن. كيف يمكن؟ بركي هيك مثلاً. لا. روح من هون. لك شو هاد كمان؟ قال عم يضحك على أساس جاي لهون لحتى يعتذر مني، صار بده يحقق معي. مساء الخير. مساء النور. مساء النور بالاسم. تصبحوا على خير. مساء النور. إنه شو صار معهم لحتى طالعين هيك؟ العشق اللي عمل فيهم هيك يا أمين العشق. أنا متأكدة إنه الاثنين قلبهم عم يرقصوا ويحبوا بعضهم كثير. مراد، مراد، يعني شفتني عم غيرت طريقك، معقول هالمعاملة؟ ليش هيك؟ كنت عند ياز؟ حتى أنت كنت عندها. قلي بس بأي صفة مراد؟ ليك يا ريت تحكي معي مثل العالم والناس وتحكي لي كل شيء بصراحة. اليوم قلت إنه أنا السبب اللي أنت فيه، طب شو في بينك وبين البنت؟ قلي رجاءً، احكي لي أنا السبب بشولك مراد. قول. الحب، حتى لو ما كان متبادل وحتى لو كان من طرف واحد، بدك تفهم إنه يلي بيني وبين ياز اسمه حب. لو ما كنت أنت موجود يمكن هذا الحب ما ضل من طرف واحد، فهمت كمال؟ هلأ هاد ذنبي؟ هذا ذنبي مراد؟ ليش أنا شو عملت؟ انت عم تتصرف معي وكأنك ما بتعرفني. لك لو لاي ما فيك تعمل شيء ابدا مراد. هالمره كانت غير، من اول مره كانت غير. انت حسيت بالمشاعر واكتشفت انك بتحبها بعد ما انا قربت منها واهتميت فيها؟ كنت احكي معها من الاول، ليش ما حكيت؟ صار لي سنين بقول لك وضح مشاعرك، وضح مشاعرك، شبك كل شيء لازم تحبسه جواتك، بس لا، مراد ما بيقدر يحكي. ليش؟ لانه كبرياء وما بيسمح له. مزبوط. اي كبرياء؟ عن اي كبرياء عم تحكي؟ ليش ضل شيء كبرياء؟ مراد، ولك شو كمان صار معك؟ فهمني، ليش عم بتحط مراد الحق علي؟ قلت لك اللي شو انا وبينك ما عم تفهم علي. بيعرف ليش ما عم تفهم؟ انت واحد جبان مراد، ما بتعبر عن شيء جواتك وهذا غلطك. لا يا رفيقي، واضح انه انت الجبان. اللي لشوف في شيء غنيه كتبتها بنفسك؟ عندك كلام؟ عندك غير صوت؟ لك مين انت؟ لو انا ما خبيت مشاعري بين الورق انت كنت نقطه على الهامش. يعني انت ولا شيء، عم تفهم؟ شو هالحكي هاد؟ عقال بقى خليه طالع السواد اللي بقلبه، تركيه. لعلمك أنا بحبها لياز من أول لحظة شفتها،
لكن ليش وقفت بوشك لما طردت من الشغل بالشركة؟ حاول تفكر بس شوي. ليش وقفت بوشك لما كانت تصير شغلات بعرف إنها بتأذيها نفسياً وقدامك؟ لك الحق علي أنا إنه زتيتها قدامك. الله يلعني تمام؟ الله يلعني ويلعن اليوم اللي سجلت لك فيها الغنية اللي خليتك تجتمع أنت وياها قدام عيوني. الله يلعني، أنا اللي زتيتها وانت استغليت هالشي وفكرت حالك عشقان يا افندي. ليش انت بالاول بتعرف شو يعني حب؟ اللي بتعرف الحب هو اللي عملته هالبنت كرمالك. الحب هو اللي انا ضحيت فيه كرمال ياز. بشو ضحيت؟ بشو ضحيت مراد؟ خسرت شهرتك؟ خسرت مصاري؟ تخليت عن هدفك عن اغانيك؟ اللي بشو ضحيت انت؟ انا بشو ضحيت لكان؟ انا ضحيت فيك يا اخي، انا ضحيت بصداقتنا. أنا بتخلى عن كل شيء كرمال ياز، بتخلى عن ماضيي وعن مستقبلي، حتى مستعد اتخلى عن نفسي كرمالها. اي ولا يهم، مو مشكلة ابدا، بخاطرك. ما بدك تلحقي مثل العادة؟ Yalnızlık bana zor değil ama alışmışım ben bu kavgaya. Bundan geceleri uyuyamam. Yastığımda kokun olmadan sormayın halimi hatırımı. Veda edin ben kaybolmadan. Gitsem buralardan arkama bile bakmadan. Senden tek isteğim anılarımızı saklaman. Sevmeyi unutma, sen güzel seversin. Olmadı diye Tanrı'ya isyan edemezsin. Gitsem buralardan arkama bile bakmadan. Senden tek isteğim anılarımızı saklaman. Sevmeyi unutma, sen güzel seversin. Olmadı diye Tanrı'ya isyan edemezsin. Sen güzel seversin. Olmadı diye Tanrı'ya isyan edemezsin. ايه شو هالسما المرتبة هاي؟ قال يعني اتطورت وصار عم تجهز الفطور على الطاولة ببلا ما تفيقني وتخبرني يعني. صباح الخير خالتي، إذا ماما ما فاقت روحي فيقيها بسرعة. يا ربي أنا شو صاير بهالدنيا؟ معقول قامت القيامة على الصبح ولا صرة بآخر الزمان؟ ياز؟ لك أنت شو عم تعملي بالمطبخ؟ فقت وكان جاي عبالي اشتغل خالتي. الشاي جاهز. صباح الخير. أهلين صباح النور سما حبيبتي. خير إن شاء الله، كأنك على غير عادتك جهزتي الفطور بلا ما تفيقيني. رح خبرك خبرية جديدة ويمكن ما تصدقيني أبداً. ولك مو أنا، ياز هي اللي جهزت الأكل. ياز صباح الخير خالتي سما. صباح النور حبيبتي. أمي ما فاقت؟ فيقوها مشان تفطر، وبعد الفطور حدا منكم يحط الشراشف على الكنبايات. خالتي اتصلي برسول. حبيبتي ليش لحتى اتصل برسول؟ كيف ليش تتصلي؟ يلا اتصلي فيه، بعد الفطور لازم نطلع على الطريق. تعي لهون. اي طريق قصدك؟ ريزا. انا بحط الشراشف بس مو لازم نستنى بالاول امك لتفيه لنسألها؟ يعني انت التانية كمان ليش بدك تسأليها؟ لا تردي عليها، هي مو عارفانة الله وين حاطة. اصلا بكره بتلاقيها غيرت رأيها لحالها. روحي قولي لأمين إنه الفطور صار جاهز. يلا روحي. يا ربي ليكي شو هاد؟ شو صار لك؟ صرنا رح ننام ونفيق لنلاقي حالنا قاعدين بريزا؟ ليكي أنا طلع عيوني بالطول وبالعرض لحتى لقيت فرصة حياتي، وأول ما بدي حقق أهدافي بدك ترجعيني على ريزا كرمال حضرتك؟ مستحيل روح معك. لك شو هالحكي؟ أي فرصة وخطط؟ لا تصرخي علي، ها ناقصني أنا. صباح الخير. صباح النور أختي أمينة. صباح الخير أمي، سعد صباحي. لا تحكي ولا كلمة، انسي القصة فهمتي؟ أعطيني بندورة. يلا أعطيها.
بقيان عندي شاي وقهوة بس ما ضل عصير بالمرة ولا أي مشروب. صباح الخير. أكيد بدك قهوة مو؟ أصلي هاي لسنان مو هيك؟ شو هذا دفنة؟ شو مخزن بالهارد أصلي؟ ما بعرف شو ما كان وما بيهمني أعرف أصلا. أرتونش خد هي، خلي سنان يجي ياخدها. إذا ما بيقدر يجي خدها أنت. حاضر أنسي، بس ما معي رقمه أنا. أنا هلأ ببعت لك يا. دقيقة بالله، استني دقيقة، بلكي في بهي الأقراص أدلة بتخص الكليب من شان ياز. أنت كمل شغلك. حاضر أنسي. دفنة، ياز ما عاد تجي لهون، ولعلمك قريباً ما رح يبقى شيء اسمه كائم للموسيقى. عفواً؟ أليس؟ كيف صحتك؟ أكيد بدك تشوفي كمال. مزبوط، رح أستنى بالمكتب. تفضلي، تحت تصرفك. شو عم بيصير؟ ألياز ما عاد تجي لهون وكيم يمكن تبطل موجودة، يعني رح نرجع للبداية. مين عم يدق لي من الصبح؟ نعم دفنة. ياز؟ ليكي اجت أصلي من شوي، كانت عم تقول ياز ما عاد تجي على الشركة. ايه عن جد عن جد، أكيد بتكون فرحت. لا بالعكس، كان مبين عليها زعلانة كتير ومقهورة. حتى الأستاذ كمال هلأ فايت على مكتبه وكمان مبين عليه زعلان. والله زعلتيني عليهم، شو صاير معهم؟ خليني فكر. ها تذكرت، معقولة يكونوا الثلاثة بعدهم عايشين تحت رحمة الماضي؟ أو الثلاثة كذبوا وشبعوا كذب لنقلب الكذب على راسهم؟ الثلاثة؟ مراد كمان؟ طبعاً. يا الله ما فهمت، يعني شو عملوا؟ دفنا منرجع منقعد بعدين ومنحكي بكل رواق، هلأ قاعدة مع أهلي عم نفطر وما بدي انزع مزاجي واتذكر عمايلهم. ماشي؟ عم تقلب معدتي من السيرة عرفتي؟ لا تخليني أقوم عن الأكل بسببهم. مع السلامة. ما عاد بدي انزع مزاجي وعم تقلب معدتي من السيرة؟ يا ربي شو عم بيصير هون؟ ياز الله يخليكي، لا تقلبي خلقتك وتعصبي من شانهم، فكري من زاوية مرتفعة شوي، يعني فهمنا بالأخير البنت بتكون رفيقتك وهو مديرك والثالث زوجك. بالله أميني أنا عم بحكي شي غلط؟ والله مو مستاهل القصة. والله العظيم مو فهمانة كيف بدك تتزوجي وتعيشي مع زوجك بهالعصبية وهالأخلاق الضيقة. هالحركات ما بتسوى، بيقولوا البعيد عن العين بعيد عن القلب كمان. فاطمة. نعم. أنت لسه بتحكي على الفاضي. شو ما صار المرة بالنهاية بتعيش مع زوجها، شو في داعي للمحاضرة هلأ؟ حاضر اختي الحق معك، أنا أحيانا بحكي على الفاضي، بس يعني هي ما بصير هيك تعمل. تعرفي بدي أعمل شغلة، ليك الشاي برد كتير رح سخن فنجاني. سخني خالتي سخني، بدي أقلك سخني لي فنجاني، بس شي بتعملي مخمر أو شي خفيف، ما بتعرفي تشتغلي. ها؟ شش اسمعيني شوي. ليكي انتي بدك تطيري لي عقلي وتجننيني؟ زوجي ما عنده بيت، ليش ما بتفهمي؟ ليش مصرة تضغطي عليه وهو مو زوجي؟ ما بتفهمي يعني؟ أي جيبي الشاي خليه وسط زبطلي. عم تفهمي؟ روحي خليها تعمل شي شغلة مفيدة، بكفي أنا اللي جهزت كل شي من الصباح. يا أختي هي أول مرة بحياتها بتفيق بكير بتجهز الفطور رح تسرعنا فيه. سكتي، يا بتتنقري مع سما يا بتتنقري مع ياز. لك فاطمة ليش صار أخلاقك هيك؟ أنا بعدني ما عملت شي. بلا عملتي كتير. سكتي وجعتولي راسي. شو هاد قر 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 قر؟ طيب أنا ما فهمت، يعني كيف رح تبطل موجودة؟ أليس فهمتي القصة غلط؟ لا أنا ما فهمت القصة غلط. أنتوا ما بتعرفوا تشتغلوا بالمرة وما عندكم خبرة، لأنكم عم تخلطوا بين حياتكم الخاصة والشغل. كيف بدنا نكمل شغل بهالطريقة؟ تمام، يعني إذا بدك نطلع من زاويتك فأنت أكيد معك حق، بس كمان أنت إجيتي بأكتر فترة فيها فوضى وضغط بالنسبة للشركة. بالعادة شركة كي إم محترفة أكتر. شركة محترفة؟ طبعاً. يا ريت تهدوا شوي، مزاجي ما نظابط أبداً. أي سامحنا، طبيعي ما بدك تفتح الموضوع لأنك عم تمر بأزمة عاطفية وهذا أكتر شيء برفضه. وإنت شو جاي بدك تفرض أزمتك علينا؟ أنا اليوم جاي مش هنخلص شغلي معكم وروح. رجاءً حلوا مشاكلكم وتعالوا قولوا لي أخبار حلوة. قلت لكم أنا ما بدي مشاعر بالشغل.
أوف أوف، كانت ناقصتنا هي، كملت والله. مراد كيفك؟ يعني كنت بتمنى جاوبك وقلك إنه أنا منيح، بس تعبان شوي، خلينا نحكي بعدين بيكون أحسن. أنا صار عندي علم بالشي اللي عم تمر فيه أنت، رجعاً خلو هالمسخرة تخلص وتعال لعندي ضروري، ماشي؟ مراد مراد، معلي تشرح لي شو عم بيصير معكم بهي الشركة؟ يا دفنا لا تهتمي بشي. كيف يعني لا تهتمي؟ الموضوع بيهمني، لازم تخبرني وبالتفصيل. يلا تعال تعال خلينا نقعد. دفنا شو هالحركات؟ كمان لازم تخبرني. يلا احكي لي شو عم بيصير. ياز عرفت بقصة كمال وأصلي. ما فهمت يعني هي شو دخلها؟ في مجال تشرح لي كل شي بالتفصيل الممل من الأول؟ أصلي وكمال صار الكل بيعرف، يعني ما في داعي للتخباية لأنه فعلا صارت السرية بلا معنى. ياز عرفت أنه كمال وأصلي كانوا بحبوا بعضهم من زمان. شو عم تحكي؟ ياز من شوي أنا هلأ بس فهمت شو كان قصده. دقيقة، ياز مو هون؟ لا مو هون، أنا حكيت معها على الموبايل. أنت وين صرت واقف بالقصة؟ كتير حلو هالسؤال، أنا وين واقف بالقصة؟ والله شو بدي قلك، أنا كمان طرف بالقصة، بس غلطت لأني كنت بعرف بعلاقة كمال وأصلي القديمة وما خبرتها. أوف يا شفت، لما تكون حافظ لأسرار غيرك بتكون عايش بخطر وبتحتار معهم، لك حتى رح يجي يوم وتتدعوس من كتر ما بتعرف أسرار. ما في داعي تخافي على حالك، ما حدا رح يدعوسك لأنه الكل صار بيعرف بكل شيء مثل ما قلت لك، وحتى كلهم عرفوا أني بحب ياس. أنت كمان بتحبها لياس؟ هيك بدك تصرخي قدام الناس ولا شو رأيك دفنا؟ ها؟ يعني عن جد أنت بتحبها؟ عم تحاول تراجع مشاعرك تجاه ياس صح؟ استمديت هالطاقة لأنه الناس شافوكن لابقين لبعض بالغنية، يعني بس من خلال حكم الناس عليكن لما غنيتوا، لهيك أنت فكرت حالك واقع بحبها، بس أنت من جوا مو عارف شو بدك تحس، وإلا فما عندي تفسير واضح لهدوءك هاد. وليش كتير متأكدة هلاد؟ لأنه أنا بعرف كمال العاشق، مشان هيك بعدني لهلأ ما نسيته، ولهيك كمان ما بدي أتخلى عنه، ولهيك عم بتحمل كمال الجديد. كمال رح أحكي بس أوعك تفهم كلامي غلط، أنا تغيرت، تخليت عن الحلم بإني ابني مستقبل معك، ولهيك رح ضل حبك على طريقتي وبزاويتي، وأنت لازم تطلع قدامك. أغنية الصيف انتهت. وبالنسبة إلها بلكي ما انتهيت، هي كمان مثلك مفكرة أعجابها فيك حب، حتى بالنسبة لإلها لازم تنتهي، وبالنسبة لمراد لازم تنتهي هالغنية. كمال كمال، أنا حاربت كتير كرمالك أنت، كرمالك وسخت إيدي وكرمالك قلبي أسود، أما مراد حب بكل شفافية، انتظر على جنب على أمل إنه يلاقي شي رد فعل لحبه، تركه وتراجع، خليه يجرب السعادة بشي فرصة جديدة، هاي فرصته. عن جد عم تحكي؟ أنا مو عرفانة شو عم يصير حوالي، حاسة حالي رح غيب عن الوعي. كمال كمال لك، كمال رجاءً لا تنسى أنك بالشركة. طيب رح أترككم لحالكم شوي. شايفك بالشركة؟ اجيت.
بس مو مطول، كان عندي كم غرض بقيوا هون واجيت مشان اخذهم. هاي المرة الثانية بس ان شاء الله ما بصيروا ثلاثة، لا تخاف. اول مرة انا كسبتك لصالحي، بس هلا شكلي رح اخسرك للاسف. اكيد لساتك بتتذكر لما طردت ياز من الشركة، لما خالتي امينة داهمتنا وكانت حاملة سلاح وانت يومها كنت موجود هنيك. يوم انت اجيت لهنيك بس مشان تقنع عياز تقبل تغني الغنية معك، بينما انا كنت يوم هنيك مشان اعترف لياز اني بحبها. واعترفت لها، عندك علم؟ قلت لها كل شيء، اعترفت لها بمشاعري بكل صراحة وبدون ما اخبي عنها شيء، بس تأخرت كتير للأسف. ياز تعبت ونامت، او بالأحرى بعدين انتبهت انها نامت، وبعدين انت بتعرف شو صار، اجت امها كانت حامله بايدها سلاح، صرنا نكذب ونخترع شغلات، وانت الو الو فاطمه البندق حبيبتي كيفك وينك لهلا؟ ابني جيب لي واحد كابتشينو لهنيك. يا قلبي ما خبرتيني ليش ما جيتي اليوم على المكتب؟ اه طيب وينك هلا؟ شفتي كيف انشغلنا زياده وما قدرنا نحكي؟ شو بدي اقول لك يا مدام نيري، مو بس ما قدرت روح لعندك، أنا حتى حاسك كأني غايبة عن الوعي، أوضاع بالبيت ملخبطة كتير. خير إن شاء الله، شو صاير معي؟ حتى صوتك مبين مو مرتاح، شو صاير عندكم؟ ياز والله مصرة من جد إنها ترجع على الضيعة، وهالمرة الموضوع جدي، يعني احتمال كلياتنا نروح. آه لا هيك مستحيل مستحيل، سمعتيني فاطمة؟ لأنه إذا ياز رجعت على الضيعة أكيد ابني رح يروح معه، وهذا الشيء مستحيل. والله يا مدام ما عندي فكرة عن ابنك شو ممكن يعمل بالمناسبة، بس أنا أكيد رح ياخذوني معهم، يعني ما بعرف قديش هالشي مهم بالنسبة لإلك، بس أنا بتوقع هالشي ممكن يكون مهم بالنسبة لحدا دخلك، يعني مين رح يهتم إذا فادي المسكينة تركت اسطنبول الكبيرة؟ ليش مين أنا؟ لك شو هالحكي يا روحي؟ لا 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 أنا بهتم طبعاً. أنت كيف بتفكري بهالطريقة هاي؟ بعدين اسمعي، شو نسيتي إنه اتفقنا وبدنا نروح على عرس ليلى بميامي، ونسيتي إنه عنا شغل مشترك؟ رح نطلع مصاري ونربح كتير، رح نعيش حياتنا. كلامك صحيح والله، بس أنا ما نسيت شي، بتصدقيني؟ الله بيعلم قديش كنت متحمسة يا ستي، انتي رح تضلي هون وتنبصي عني وعنك. لا لا مستحيل اقبل معك بأي شكل من الأشكال، مستحيل. يعني انتي ومراد رح تروحوا من بين ايدي سوا، وبنفس الوقت شو النصيب المعتر هاد؟ بعدين شو الله جابرني حط نصيبي بإيدين بنت أختك؟ اسمعي لقلك ليكي، انتي لازم تتغيري ولازم تاخدي لي حبال النصيب من إيدين ياز لو بالقوة، كرمالك انتي، كرمالي أنا، وكرمال مراد لازم تصيري انتي المتحكمة. هلا انتي عن جد عم تحكي؟ ليش انا بقدر اتحكم بهالحبال بدالها؟ ايه طبعا انتي بتقدري، لك انتي فاطمة البندق، يلا تذكري حالك مباشرة مباشرة، سكري الموبايل وروحي حاكيها لبنت اختك الانانية بكل ثقة وقوة، خليها تترك الانانية غصبا عن راسها. والله انتي عم تحكي درار، انا فادي البندق، يلا رح سكر الموبايل دغري ورح احكي معها، تمام باي. أنا فادي البندق لنشوف اسطنبول، أنت الأكبر مني أو أنا الأكبر. شبكي خير إن شاء الله؟ أنانية، مين اللي هزك وعصبك لحتى هاجمي لعندي بهالطريقه ومبين عليكي بدك تنفجري؟ طول ما انت بخلقتي مستحيل يكون في سبب تاني لعصب عليه، اصلا انت بسببك تعبت اعصابي وصرت عصبيه. طيب وشو مشان عصبيتي انا كمان؟ يي علينا ليكي، عدي هون لشوف. اي انت بتعرفي شو بيقول المثل؟ سالوا لفرعون مين فرعنك؟ قال له ما حدا ردني. من دون عناد ومشاكل بدك تجاوبي على كل اسئلتي واحد ورا واحد. انت ومراد عن شو حكيتوا؟ ما حكينا عن شي خالتي، هو كان جاي على اساس بده نحكي وانا ما قبلت. ليش؟ لانه مو جاي على بالي اسمع ولا حرف. اه يعني غلطتي انا، بس برافو، على اساس ما حدا بيقدر يخالف كلام الست قليباز اللي بتصرف لما ياخذ رايها، وما حدا بيقدر يعمل شيء اذا ما كان عاجبك، بتقول له تعب يجي، بتقول له روح بيروح، بتقول له متزوج لحتى يتزوج. عم تعملي كل هالقصه مشان ما نروح من هون، فهماني عليكي. طلعي فيني بقى وليه؟ فتحي ايدينك واسمعيني شو بدي اقول منيح، احسن ما افتح راسك واحشي الكلام في حشي. الدنيا موقفة عليك والأرض ما عم تدور حواليك الجليباز، كبري عقلك بقى. خالتي عم قلكن كلهم كذبوا علي، ليش ما عم تفهموا؟ عن جد هيك صار؟ آه يا حبيبة قلبي، إيش صار لحتى انجرحت مشاعرك يعني؟
لك الكذب اللي كذبتيه على امك بيفرش طريق من هون على الضيعه. هنن مو بس كذبوا كمان كسروا لي قلبي. هذا حق اللي كسرتي قلبهم بليباز. يعني مثلا سيد مراد الشاب اللي كان عم ينفذ لك كل شيء كنت تطلبيه، الشاب اللي وقف ضد امه ضد امه كان كرمالك. وشو ما نقول عن المراه، هالمره صارت خسرانه مئات الالاف وكلها بسبب لعبتك، وما فتحت تمها بكلمه ولا اشتكت من شيء او عارضت شيء بس كرمال ابنها، لانه بتعرف انه ابنها بيحبك كثير، ورغم كل شيء عملتيه فيه اجى لهون يركض وراكي وهو ما في غير على لسانه وين ياز وين راحت ياز. لك لدرجه انه مسكك مع كمال بالمزرعه وما فكر يفتح تمه. كيف يعني مسكني؟ عيب هالحكي، ليش انا شو كنت عملت كثير قولي باز، عملت كثير، عملتي لانك حطمتي قلب هالشاب المسكين وانت دايره مع كمال على سهر من مكان لمكان. مشان هيك اياكي تجي وتقولي لي قلبك انكسر، اياكي، انت بدك حدا يدعسلك على قلبك وبدك حدا يمرمرك لحتى تعرفي شو يعني انكسر. بس احمدي ربك مراد ماله من هالنوع، بتعرفي لو انا كنت زلمه والله لزلك وامسح الارض فيكي. ليش بدك يعني انزل بقى يا زي؟ يلا اطلعي من هاللعبه بقى، اطلعي. يعني فكرك انا ما بعرف مثلا او مالي شايفه انك انت كمان بتحبيه؟ لو ما كان له مكان بقلبك ما اشتكيتي وقلتي ما لقيت حالي مع كمال. انتي قلتي لي مو قادره اني اكون نياز باي شكل، ما قدرتي تلاقي حالك معه. ليش؟ لانه حتى لو عقلك مع كمال قلبك بعده مع مراد وبس. هو كمان خبى الحقيقه، ليش ما اجى لعندي من الاول؟ يمكن كنت الله يقدرني على الصبر، حاسه حالي رح اجنن. لك انتي يا بنتي في بعقلك شيء؟ انتي قلت عقل، فهميني، عندك قله عقل؟ مراد كان بيقدر يخلي كمال يكرهك وبعد عنك، بس هو ما قبل يتصرف بهالطريقه البشعه. بتعرفي ليش؟ لانه مراد رجال ولك رجال، وانتي بدلالك هاد ما بتستاهلي تكوني معه. يلا خليكي قاعده بغرفتك وفكري منيح شو بدك تعملي بحياتك، اتصلي بمراد واحكي معه تمام؟ واذا بعدك مصره على الرجعه بدك تخبري الكل بكل شيء صار معك من الاول، بدك تخبري امك وتخبري المدام نيري بكل شيء وبالتفصيل، ما فيك ترجعي بهالبساطه وتتركي هالخراب وراكي ياز. واذا انتي ما بدك تخبريهم والله العظيم راح افضح كل شيء، بكفي لهون بقى. أنا كيف إلي عين أطلع بوش مراد؟ شو بدي أقول له بعد اللي صار؟